وفي هذا الأثناء كيتم البحث على الرأس ديال الأم. لقطة جد خطيرة وجد مؤثرة. رأس ديال الأم موضوع هنا. لحظة ديال حمل الرأس ديال الأم ونقله إلى سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي. ما يمكنناش نبينوا هذه اللقطة لأنها لقطة جد خطيرة. نحاول ما أمكن أننا نبقى شيئا ما. في هذه الأثناء كيهزوا الملابس كيف كتشوفوا، وهو رأس داخل هذيك الكارطونة اللي هزها رجل ديال الوقاية المدنية. منظر جد مؤثر، منظر جد مؤلم، أن رأس ديال أم كيعجز اللسان عن وصف هذه اللقطة. كيف شفتوا معنا رجل ديال المركز الوطني للطب الشرعي، في هذه الأثناء كيف كتشوفوا العناصر الأمنية وعناصر الوقاية المدنية كيحملوا الرأس ديال الأم إلى سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي. منظر جد مؤثر بالفعل. حسبي الله ونعم الوكيل. في هذا الإرهابي، في هذا السفاح، هانتوما كيف كتشوفوا في هذا الأثناء الرأس ديال الأم بين هاد جوج ديال الكارطونات هزوا رجل ديال الوقاية المدنية في اتجاه سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي. زعما ما قام به هذا المجرم، هذا السفاح، كيعجز اللسان عن الوصف ديالو. جريمة بكل المقاييس، جريمة بكل الأركان، جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.